نظرك مش حزيره يعني، بدي اشوف كيف بتحللي الامور. أوكي. بيعجبني لانه تحليلك مش دائما بس مرات مجنونه. لا لا جد في اشياء بتمنى احكي لكم على الهواء كيف رهف بتفكر بس ما بقدر. مجنونه تآمن باختلاع المشكلة من جذورها بس بطريقة تويستد. خلاص نادية ما بهزلها رمش، مش انه هي عم بتناقشني وبتسألني، لا هي ما اختي قرار. رهف صوالحة قولي لي نادية زعبي اشوف منطقي. اطفال عم بيلعبوا على سكة حديد. اوكي. 10 اطفال 9 اطفال بيلعبوا على السكة اللي بيمرق منها القطار، والطفل قرر انه يروح على خط القطار المهجور يلعب. إجا العامل المسؤول عن السكة شاف الأطفال، عرف إنه في قطار بده يمرق. شو عمل؟ حول مسار القطار اللي بده يمرق للخط المهجور. ليش؟ قال لك بنقذ 9 وبضحي بواحد. قديش منطقه صحيح؟ إحنا ما بنحكي ورقة وقلم، أكيد أرواح يعني أكيد بده ينقذ أكبر عدد من الأرواح. أنا عم بعطيكم تشبيه مجازي عن الحياة. هو قرر ينقذ 9 ويضحي بالواحد اللي قرر بعدم استهتاره وذكائه أنه يروح على الخط المهجور. شو تفسيرك للمنطق؟ من وجهة نظر الرجل هو أخذ الخيار الأمثل طبعاً كعملية الأكثر حسابية الأكثر إنسانية والأكثر منطقاً يعني أكيد. وفكر بالتسعة مش بالواحد. وبالنسبة للطفل هذا دليل بأنه الحياة غير عادلة، مش دائما المسؤول هو اللي بيحصد الثمار بالنهاية. في كتير ناس غير مسؤولين وبيستخفوا بكتير أمور بس ممكن الحياة تضحك لهم أكتر من غيرهم. هذا الحكي مظبوط 100%. أول شيء دليل أنه الحياة مش عادلة، هداك الطفل غير مستهتر. لعلمكم غير المستهترين والمسؤولين هم اللي بيحموا حياة الأغبياء صح؟ ومش دائما الحياة بتكون فير معاهم وعادلة. الله عليك. فإحنا حتى بحياتنا نستعمل نظرية الكم مش نظرية المن أو نظرية الكيف. أنا بدي يكون بحياتي 20 شخص، مش مهم الكواليتي ترى، أغبياء مش مستهترين. بضحك على كلمة أغبياء. يعني أغبياء سوري لاستعمالها ولكن هي أغبية تعبر عن الواقع. الغباء هو يعني عدم الذكاء. الاستهتار خلي ملاش نقول أغبياء. الطفل اللي كان مسؤول ضحوا فيه. فبحياتك بس تكبر بالعمر بتكتشف بأنه مش مهم الكم، مهم مين. مظبوط. أنا لو أطلع بهاي الحياة بصديق واحد عاقل راشد مسؤول غير مستهتر هو رح يعطيني سعادة. مظبوط. صح ولا لا رهوف؟ طبعا. وبعدين تأكدوا كتير، اسمعوا هاي العبارة اللي كتير هلأ especially هالأيام ما بعرف أنا وين ما عم بروح عم تطلع لي على إنستغرام. أنت نتاج دائرتك الصغيرة. والله. مع مين بتقضي وقت. Very true. أنت هذا الحكي بيأثر على تفكيرك، بيأثر على محتواك، بيأثر على نظرتك بالحياة. إذا أنت مقضيها مع ناس تافهين أنت بعد 10 سنين للأسف رح تصير تافه. إذا أنت مقضي حياتك مع ناس ملهمين منتجين بيعطوك أفكار جديدة مش دائما ببسطوك، مرات بيزعلوك لأنهم حقيقيين. مش مهم لأنهم حقيقيين جنيون. بالضبط. أنت بعد 10 سنين رح تكون مثقف ومنتج ومنجز. فما تصدقوا الأشخاص اللي بتحيط حالك فيهم هدول كتير بيأثروا على مين أنت ومين رح تكون. مش ضروري الكم، المهم النوع. صح.